كلمتكم المره اللي فاتت عن التحصين، هنبدا في التحصين. ايه هو التحصين؟ هنتكلم شويه مع بعض عن التحصين وعن البرنامج اللي احنا قلنا المره اللي فاتت. انا عرضت لكم جدول تحصين الحلاب وانتوا نقلتوه، ومخرجنا الاستاذ الانصاري هيسيبه لكم شويه صغيرين على ما انتوا تبداوا تنقلوا فيه. وان حبيتوا تعيده لهم تاني يا استاذنا في اخر الحلقه تسيبه لهم ثانيتين او ثلاثه كده يبداوا ينقلوا فيه. ده جدول التحصينات الخاصه بمزارع الحلاب. مزرعه عندك حلاب جاموس او ابقار، هتدي حمى كلعيه، حمى ضاد متصدع، تسمم دموي، حمى ثلاث ايام، التحصينات بتاع البروسيلا، السل، اللاهوائيات، الحاجات الربيعيات النفسيه، التهاب الجلد الاخضر. ده جدول ان شاء الله رب العالمين هيسيبه لكم الاستاذ الانصاري في اخر الحلقه، يطولوا شويه عشان تنقلوا منه. طيب عايزين نتكلم مع بعض، نتكلم هو ايه التحصين. في جدول تاني بتاع التسمين هكلمكم برضو عليه، اللي هو برنامج تحصين واستقبال العجول. قبل ما اقول التحصين ده او الجدول ده، عايز اتكلم معاكم اول هو ايه التحصين. التحصين عباره عن الميكروب او الانتيجين معاه الادجوفنت. الانتيجين ده عباره عن ايه؟ اللي هو الميكروب سواء كان فيروس او بكتيري، وبنحمله على حامل او ناقل اللي هو بيسموه الادجوفنت. بيخش جسم الحيوان، بيبدا جسم الجهاز المناعي بتاع الحيوان يطلع اجسام مضاده لهذا الفيروس اللي دخل او الميكروب اللي دخل. يبدا يتعرف عليه الجهاز المناعي، يتكون معانا حاجه بنسميها السبيسيفيك انتي بودي، اللي هي الاجسام المضاده الخاصه لهذا الفيروس اللي دخل او هذا البكتيريا اللي دخلت. يبدا الجهاز المناعي يتعرف عليها ويبدا يكون لها الاجسام الخاصه بها، اللي احنا قلناها في الاول خالص اللي هو سبيسيفيك اميونيتي، او الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث زي ما احنا قلنا. طيب في عوامل بتاثر على التحصين طبعا، اللي هي ايه؟ رقم واحد تخزينه، الهاندلنج بتاعه، الحقن، كميه الجرعه اللي بديها، لازم مفتيش. عايز اقول لكم دي مره واثنين وثلاث، ما تفتيشي في التحصينات، ما تعملش زي ابو الريف المصري ان هو الشركه تقول لك اعمل واحد اثنين ثلاثه، اللي هي الشركه المنتجه لهذا الفيروس تعمل واحد اثنين ثلاثه، ادي 2 سنتي ادي 2 سنتي، حطه في الثلاجه حطه في الثلاجه، حطه في الفريزر حطه في الفريزر، استخدمه اول ما تخلص استخدمه اول ما تخلص. كل المكتوب على على البوتل او الزجاجه بتاع التحصين لاي حاجه اعملها بالظبط. طيب لو انا عندي حيوانات تسمين وانا مستقبلها من الاسواق، او انا جايين من بره من المحاجر، جايين حيوانات من اوروبا او من اي دوله، او لفيت اسواق مصر كلها وجبت جبت الحيوانات وعايز ادخلها عندي، ايه اللي بعمله عندي بقى في المزرعه عشان استقبل هذه الحيوانات؟ في حاجات مهمه قوي بناء عليه كتبت انا التحصين ده. اول حاجه تعملها لاستقبال الحيوان complete rest of the animal. يعني ايه؟ راحة تامة، جاي من بره متحمل على عربيات، متحمل على بواخر، متحمل على تريلات، لازم مش اول ما يجي اجريه هنا واجريه هنا وادخله هنا، اريحه تماما، اجهز له المية النظيفة بتاعته الموضوع فيها رافعات المناعة، فيتامينات، املاح معدنية، تريس إليمنت، العناصر النادرة، وكذا حاجة بترفع المناعة في السوق وأقولها لكم دلوقتي. أحط له الدريس بس ما زودش عن كده، أو البرسيم المدبل، خمس ست أيام متدبل ويحط قدام. اليوم الأولاني ما جيش ناحيته خالص، أسيبه يرتاح، مية موجودة، الدريس موجود، أسيب الحيوان. دي أول حاجة أعملها سواء أنا جبت الحيوان ده من بره أو حتى من السوق بتاعي. رقم اثنين واهم حاجة عندي، الحيوان ده جاي لازم اقضي على الطفيلات الداخلية والخارجية عنده، اعمل ديورمنج بتاعه، اللي هو شوف الفاشيولا، شوف الديدان الداخلية، الديدان الخارجية، كل ده لازم اعمل في دماغي اول حاجة احطها، لان دي بتأثر لي بعد كده على استجابة الحيوان للتحصينات. ادي بعد 48 ساعة زي ما احنا قلنا راحة تامة، وضع رفعات المناعة، مياه والشرب لمدة يومين أو ثلاثة،
اليوم الثالث يعني بعد 48 ساعة مضاد حي واسع المجال، يجنبني المشاكل بتاع الباستريلا، يجنبني مشاكل حمى النقل، يجنبني المشاكل بتاع ان الحيوان يجي يخش في التهابات رئوية. واخد بالك؟ مهم قوي الحتة دي، ان انت تدي مضاد حيوي بعد 48 ساعة من نزول الحيوان. مضاد حيوي ده انا بفضل بدي الدراكسين. الدراكسين ده يديك مناعة لمدة 15 يوم يريحني من مشاكل الباستريلوزس اللي هي اكتر حاجة تخاف منها. يبقى انا اديت في اليوم مضاد حيوي واسع المجال، مضادات طفيلات داخلية والخارجية، اي حاجة في السوق موجودة، فاشيوليت، فاشيولتين، كلوزامكتين، ايفوماك، اي حاجة موجودة في السوق لمحاربة الطفيلات الداخلية والطفيلات الخارجية اديها. انا بفضل ادي الكلوزامكتين. اليوم السابع ادي بقى اخطر حاجة بتقابلني، هي ايه؟ حمى الكلعي. جاي في اماكن، مزرعة حواليها حمى كلعي هنا، مزرعة كلعي هنا، مزرعة مانيش عارف، وجاي من السوق او جاي من بره، ابدا ادي في اليوم السابع الحمى الكلعي. ما اديش تحصينين مع بعض ابدا، ما اديش، لازم يكون في فرق بينهم اسبوع على الاقل، 7 ايام بين ده ومن ده. يبقى اليوم السابع الحمى الكلعي. بعد اسبوع عندي مشكلتين بيقابلوني في الحيوانات اللي انا بجيبها، اساسيين: امراض تنفسيه فيروسيه وامراض بكتيريه. الامراض البكتيريه اللي هي الباستريلا والكلوستريديا، والامراض الفيروسيه التنفسيه اللي هي الاي بي ار، الانفلونزا، البار انفلونزا، السوشيال فيروس. الاربعه دولت بيبقوا هي ده الهم الثقيل بالنسبه للحيوان، والامراض البكتيريه اللي هي بتبدا الباستريلا والكلوستريديا. ولو انا سبتها ممكن نخش بعد كده في الميكوبلازما. هناخد تليفون صغير من محمد من الدقهليه. الو، السلام عليكم. ازيك يا دكتور حامد؟ وحشتني كتير والله. معاك محمد الفتاح. اهلا وسهلا. مركز مدينه المسجد الاهلي يا دكتور حامد. يا اهلا يا اهلا. وحشتني كتير قوي والله، ربنا يبارك فيك. وحشتني كتير قوي والله. ربنا يخلي حضرتك. المزرعه بتاعتي يا دكتور بعد الوش ولا مؤاخذه، انا كنت جبت غنم، والغنم بالنسبه للدكتور اللي كرهني فيها بتاع العياده البيطريه عندنا في مركز مدينه النصر، كرهني في الغنم لما عيا مني وما جانيش ولا عبرني، فانا لغيت المشروع ده. فالمزرعه عندي فاضيه مسلحه يعني، مسفل المكان والطوائل كويسه، وعندي المكان حلو، ويا ريت تساعدنا يا دكتور حامد وبناشد سيادتك من هذا المكان الطيب، وانت راجل محترم جدا ونعرف بعض من ايام قناه نور الدنيا. فانا عاوز الوزاره تجيب لي يعني اتعامل معاها وتجيب لي مواشي العجول من عندها. هل كان ينفع؟ يا ريت يا دكتور حامد تساعدني في الموضوع ده، والمكان محترم جدا يعني، ميه ونور واسفلت ونظام حلو. طيب فسيادتك بقى يعني، وانا عاوز نمر سيادتك بخصوص الكلام بينا وبين بعض يعني. ماشي يا حاج محمد. ماشي يا حاج محمد. ماشي. ان شاء الله ربنا ييسر بعون الله، نحاول برضو ايه نسعى للحاج محمد عن طريق بعض الزملاء يجيبوا له هو عايزه. نرجع لمرجوعنا يا اخوانا، اللي هو احنا قلنا حاجتين مهمين نبدا نحارب فيهم، اللي هم الامراض الفيروسيه التنفسيه والامراض البكتيريه، الباستريلا والكلوستريديا. لو ما انتبهناش لهم هنخش في مايكوبلازما. يبقى انا ادي في اليوم بعد الحمى الكلعيه عندي حاجتين، اليوم الرابع عشر تحصين ضد الامراض التنفسيه الفيروسيه. اي حاجه. هقول لك انا بفضل ايه، بس برضه يعني ادي الانفلوسري، كاتل ماستر، نزل جين، اي حاجه موجوده في السوق انا بفضل ادي الاليت، اللي هو تحصين الامراض التنفسيه الفيروسيه مثل الاليت. اليوم ال 21 الامراض اللهويه اللي هي الكولستريديا والباستريل. هندي برضو في كتير موجود في السوق، كوفاكسين، الترا باك، وان شوت الترا، الترا تشويز، اي حاجه في السوق موجوده. انت لو حبيت تعمل البرنامج ده عايز تعمله زي ما هو كده انقله وابدا خده، وبعد كده عايز تدي اي حاجه في السوق تانية اديها. انا بدي في البرنامج ده البرفاك. اليوم ال 30 تحصين ضد الجلد العقدي. ده تقريبا الشهر الاولاني من استقبال العجول. كل العجول اللي جات لك هيتعمل فيها كده. بعد كده مالكش دعوه بالعجول خالص غير تغذيه جيده ومعدلات نمو او معدلات وزن. مفيش غير كده. ده تقريبا يا اخوانا التحصينات اللي انا عايز اقولها قبل مرض حمى الثلاث ايام